in the courtyard in 5 minutes. Thank you. اليوم عندنا في عربة اللي هي التكتيكية. العربة هذه عبارة عن عربة متنقلة فيها جميع الأجهزة اللي تحتاج في حال في التواصل. الآن العربة هذه عبارة عن تصنيع أو تجميع سعودي وقائم على أيادي سعوديين مهندسين سعوديين. إذا كنا نتكلم على الإنجنييرز والتكنيكلز هذه كلها أيادي سعودية نقدم فيها التواصل الخارج اللي هو كوماندر كنترول. كوماندر كنترول هذه عبارة عن خدمة تقوم بالتواصل على أجهزة عالية السكيورتي حقها عالي. فنتكلم على خدمتين في الديسباتشر. الديسباتشر بيظهر ويتبع جميع أنواع الأجهزة بحيث انه اذا حصلت اي ظروف او حالات حرجه يظهر في السيستم انه تم حصول حادث في منطقه فلانيه ويعطي علامه. اضافه الى خدمه الكوماند اند كنترول هذه بيعطيك الستريمينج الفيديو ستريمينج بيعطيك تصوير لايف بالحاله موثق ويرسل ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الكابتن الطيار عبد الله بن صالح الغامدي. أولا أنا سعيد جدا بتواجدي في معرض الدفاع المقام لأول مرة على أرض الرياض. حقيقة مفخرة جدا نعتز بها نحن أبناء المملكة العربية السعودية كمعرض مقام في هذا الوقت وبهذه الإمكانيات. والهدف منه توطين الصناعات في بلادنا وإتاحة الفرصة لأبنائنا بالصناعات العسكرية. فحقيقة جهود جبارة بذلت في وقت قصير وجهود مشرفة لمن يزور هذا المعرض من خارج السعودية. المعرض تقسيم المعرض بحيث أنه تجد يعني مبتغاك بسهولة جدا. ايضا 600 مشارك يعني عدد جبار كبير جدا يعني لا يكفي يعني مجرد الاربع ايام الموجوده حاليا لا يكفي انك تزور كل هالقطاعات وكل هذه المعارض. الدفاع والطيران بصفه عامه مرتبطين ببعضهم البعض وكلها منظومه لحمايه اجواء ومطارات وسماء مملكتنا. انا جلست مع اكثر من اجنبي سواء من الامريكان او الايطاليين او الاسبان يعني وجدت انه اندهشوا من الامكانيات والتنظيم الرائع اللي قام فيه ابناء المملكه العربيه السعوديه.